كريم مصطفى، عضو المكتب المركز الإعلامي وحقوق الإنسان. اخترنا في هذه الأمسية الرمضانية، درنا واحد الشراكة مع الاتحاد المحامين بأكادير قلميم والعيون، وفي هذه البداية قررنا باش نديروا واحد الندوة، تكون ندوة في موضوع يكون جديد ويكون فيه نقاش، لأن تنشوفوا بالنسبة حرية التعبير في الشبكة الإعلامية، وخاصة مثلا فيسبوك، واتساب، تويتر، فيه مشاكل بالنسبة للصحفي المهني، لا بالنسبة إنسان عادي ممكن تنشر في أي شيء في الفيسبوك ديالو. لهذا شفنا كان وقعوا مشاكل، وكاين ملفات في المحكمة، وقررنا باش نوضحوا هاد المشكل اللي كاين، لان ما يمكنناش نحكموا واحد صحفي مهني بحال واحد الانسان العادي اللي تيكتب دو وتنشر في الفيسبوك. أستاذ خالد غريس، محامي بهيئة أكادير ورئيس اتحاد المحامين بأكادير وقلمين والعيون. اليوم في هذه الليلة المباركة نظم المكتب بشراكة مع المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان موضوع، يعني ندوة علمية حول موضوع وسائل التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية. يعني اخترنا هذا الموضوع لأهميته ولراهنيته، لأنه وتتجلى هذه الأهمية انطلاقا من أنه موضوع أولا يتناول حرية من الحريات الأساسية للإنسان، وهي الحق في التعبير والحرية في التعبير. الأهمية الثانية تتجلى من خلال ما تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي من مساحات إضافية لحرية التعبير، وبالتالي ظهرت يعني الحاجة إلى حرية التعبير خلاقة تتناغم مع المبادئ والحقوق الأخرى التي يرتكز عليها المجتمع، يعني حتى لا تقوم هذه حرية التعبير بانتهاك حرمة يعني حقوق أخرى أساسية للإنسان. وبذلك يعني احنا يعني الاهميه ديال الموضوع تتجلى لنا بالضبط، يعني ان نخرجوا بضوابط تزيل هذا اللبس بين حريه التعبير، اي الى اي مدى يمكن ان تذهب حريه التعبير، وما هي الحدود الذي اذا تجاوزتها لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقع تحت طائره المسؤوليه القانونيه. طبيعه الحال اخترنا الشراكه مع المركز الوطني للاعلام وحقوق الانسان، هو يعني فيه ناس متخصصين في الاعلام، واختارنا يعني هذه الشراكه باش نتناول هذا الموضوع حتى يكون هناك واحد المزاوجه بين ما هو يعني متعلق بالحريات والحقوق، ومقاربه اخرى اللي هي ما تعلق بما هو قانوني، وان شاء الله نتمنى يعني التوفيق لهذه الندوه العلميه من خلال المداخلات اللي كاينه اللي تناولت مواضيع جد مهمه بمشاركه اساتذه متخصصين، واختارنا كذلك النيابه العامه كطرف لانها يعني هي مختصة في مختلف التجاوزات التي تقع على مستوى حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو النشر أو الصحافة، ونتمنى يعني كما قلت أن نخرج بضوابط وتوصيات لتزيل هذا اللبس، فأوفق إن شاء الله أنه تتضح الصورة.